صلوا بينا على النبي. وفيلمنا بيبدأ مع تايم اللي بيلاقي الحراس بتوعه بدأوا يصحوه، وبيكون باين على تايم انه متضايق علشان هو من أسرة ملكية. وبيبدأ بعدها المساعد بتاعه يشرح له بنظام اليوم ويعرفه بالأماكن اللي هيروحها والحاجات اللي هيعملها. والساعد تايم بيقول له انه بيعمل نفس الحاجات دي كل يوم، وبيطلب منه يغير جدول المواعيد الخاص بيه. وبيعرف بعدها انه لازم يسافر ويحضر اجتماع ملكي، وبيكونوا عايزينه يختار الحاجات اللي هيلبسها وهيروح بيها. وبعد ما الموظفة بتديه لباس الأمير بتاعه، بيقول تايم انه مش عايز الجاكيت وبيرميه على السرير. وبنشوفه بعدها سافر لمنطقة تانية مع الحراس بتوعه، وبنعرف انه هيروح للاجتماع الملكي. وما تايم بيلاقي ناس كتير كانوا متجمعين حواليه في المطار، بينجح وقتها انه يهرب من الحراس بتوعه وبيمشي من المكان. وبيعرفوا بعدها الحراس انه هرب وبيفضلوا يدوروا عليه، وبيفضل تايم يهرب في المكان وبيجري بسرعة كبيرة. والساعد بيخبط في بنت اسمها ميسو وبيمسك ايدها، لكنه بعدها بيسيبها وبتقع على الأرض. وبنشوف بعدها ميسو بدأت تتخانق معاه، وبتلاقي كان بيقولها ان في ناس عايزين يخطفوه وبيطلب منها المساعدة. وما ميسو بتشوف الحراس بتوعه كانوا بيجروا ناحيته، بتفتكر ان هم الناس اللي عايزين يخطفوه وبتهربوا من المكان. وبنشوفها بعدها بدأت تتكلم معاه وبتسأله عن السبب اللي بيخلي المجرمين عايزين يخطفوه. وما تايم بيقولها ان مفيش سبب، بتقوله بعدها يبلغ البوليس وبتكون عايزة تمشي. والساعتها تايم بيمسك ايدها وبيقولها انه ما يعرفش الطريق في المنطقة، لكنها بترفض تساعده وبتمشي من المكان. بعد لحظات بنشوفها كانت ماشية وبتلاقيه كان ماشي وراها، وبتطلب منه يمشي من اتجاه مختلف وما يفضلش يطاردها. وبعد ما ميسو بتروح للمتجر علشان تشتري اكل، بتلاقيه ظهر لها تاني وبياخد نفس الاكل اللي اخدته. وبيكون تايم ما عندوش فلوس علشان يدفع للموظف، وبتقرر وقتها انها تساعده وبتشتري له الاكل. وبنشوفها بعدها راحت تتكلم معاه وبياكلوا مع بعض، وبيكون تايم مبسوط من الاكل بتاع الفقراء وبيقول لها ان الاكل عجبه. وما ميسو بتساله اذا كان عايز ياكل تاني، بتعرف انه جعان وبتديه اكل كتير. وبنلاحظ وقتها ان ميسو كانت مستغربه منه، وبتعرف ان الفلوس اللي معاها قربت تخلص. وبعد لحظات بنشوف ميسو بدا يتودعه، وبتقوله انها مش هتقدر تساعده تاني وبتركب الميكروباص. وبتبدا بعدها ميسو تتعاطف معاه علشان ما عندوش فلوس وما يعرفش الطريق، وبتقرر انها تنزل من الميكروباص وبتروح له. وبعد ما ميسو بتديه كل الفلوس اللي معاها، بتطلب منه يديها رقم حد من عيلته علشان تتصل بيه. والساعتها تايم بيقولها ان ما عندوش موبايل، وبتعرف كمان ان ما عندوش بطاقه ومش هيعرف يروح لمركز الشرطه. وبتقرر بعدها ميسو انها تاخده معاها للبيت علشان البوليس لو شافه هيفتكر انه حد مجهول وهيقبضوا عليه. وبنشوفها بعدها اخدته معاها للبيت، وبتنجح بانها تدخله للبيت من غير ما يلاحظ والدها ووالدتها. وبعد ما ميسو بتخبيه جوه اوضتها، بتكون سمع صوت والدتها جايه ناحيتها وبتقدر انها تخبيه. وبنشوف بعدها ميسو بدات تتكلم مع والدتها، وبتقولها انها هتغير هدومها وبتطلب انها تمشي من الاوضه. وبعد ما والدتها بتمشي من الاوضه، بنشوفها بعدها اخدت تايم وبتخبيه جوه اوضه الالعاب الخاصه بيها. وبتبدا وقتها ميسو تحذره ما يطلعش صوت، وبتعرفه انه هيقعد معاها لغايه ما ترجعه لاهله. وفي تاني يوم بنشوف ميسو راحت للمدرسه وهي خايفه، وبتكون مش عايزه اهلها يعرفوا ان تايم موجود في البيت. وساعتها ميسو بتقرر انها ترجع للبيت، وبتقول للمدرسه انها عايزه تروح للحمام. وبعد ما ميسو بترجع للبيت، بتحاول انها ما تطلعش صوت وبتفتح الباب بهدوء. وبتلاقي وقتها والدها ووالدتها كانوا عارفين بموضوع الشاب، وبيسالوها عن اللي حصل وبيتخانقوا معاها. وساعتها ميسو بتشرح لهم باللي حصل وانها شافته في الشارع، وانه ما كانش عنده فلوس وبطاقه وقررت تساعده. وبعد ما ميسو بتقول لهم انها تعاطفت معاها علشان ربوها تتعاطف مع الناس اللي محتاجه مساعده، بتلاقي والدتها كانت متضايقه منها وبترفض ترد عليها. وما والدتها بتلاقيها بدات تقول لها انه هيشتغل عندهم مساعده في الاعمال المنزليه، بتقول لها انها موافقه يقعد معاهم لغايه ما يرجع لبيته. وبنشوف بعدها والدتها بدات تسالها عن اسمه، وبتلاقيها ما كانتش عارفه وبتستغرب منها. والساعتها بيبدا يتكلم وبيعرفهم على نفسه، لكنه مش بيعرفهم انه امير وهربان من بلدته. وبنشوف بعدها ميسو راحت تدي تايم من هدوم والدها، وبتاخده بعدها وبيروحوا للسوبر ماركت. وبتتقابل وقتها ميسو مع زميلها في المدرسه وبتتكلم معاه، وبتعرفه ان الشاب اللي معاها بيشتغل عندها في البيت. وبيكون صاحبها مش مصدقها وبيروح يسال تايم، وبيعرف انها مش بتكذب وانه بيشتغل عندها. وبنشوف بعدها ميسو راحت للمطعم مع تايم وصاحبها، وبتمشي بعدها مع تايم علشان يرجعوا للبيت. وبنلاحظ ساعتها ان تايم كان تعبان وبينام على كتفها، وبيكون باين على ميسو انها مبسوطه وبتبدا تعجب بيه. وفي تاني يوم بنشوف تايم بدا ينظف وبيشتغل في البيت، وبتلاحظ والدة ميسو ان بنتها نسيت الكتاب بتاعها وراحت للمدرسه. وساعتها تايم بيقول لها انه هيروح للمدرسه ويديها الكتاب، لكنه مش عارف الطريق اللي هيوصله للمدرسه. وفي الوقت ده بنشوف ميسو كانت في المدرسه وبتدور على الكتاب بتاعها، وبتعرف بعدها انها نسيته في البيت. وما المدرس بيبدا يتكلم معاها وبيعرف انها نسيت الكتاب في البيت، بيقول لها بعدها تخرج من الفصل، وبيكون متعصب. وبنشوف بعدها تايم كان رايح للمدرسه بتاعه ميسو، وبيبص في المخطط اللي عملته والدة ميسو. وبيظهر وقتها ان في حد من الحراس بتاعه كان بيدور عليه، وبيروح يقول له ان اهالي البلد بيدوروا عليه ولازم يرجع لبلدته. وبيكون تايم رافض وبيقول له ما يتكلمش انه شافه، وبيطلب منه بعدها يوصله للمدرسه اللي عايز يروحها. وبعد ما الحارس بتاعه بياخده بعربيه جميله للمدرسه، بيروح بعدها لميسو وبيديها الكتاب بتاعها.
وبيكون تايم عايز يدخل معاه للمدرسة، بس بيلاقي رجل الأمن كان رافض وبيمنعه من الدخول. وساعتها ميسو بتقول له تايم يقابلها عند سور المدرسة، وبينجح تايم بأنه ينط من السور وبيروح معاه للفصل. وبيلاحظ بعدها المدرس إن ميسو كانت نايمة وبيكون عايزها تجاوب على السؤال، بس تايم بيكون ذكي جدا وبيجاوب مكانها. وبعد لحظات بنشوف ميسو راحت تفطر معاه، وبتلاقي تلات طلبات عايزين يقربوا من تايم ويقعدوا معاه، وبتكون ميسو غيران عليه وعايزاهم يمشوا. وبيظهر وقتها صاحبها وبيقعد في المكان اللي كانوا هيقعدوا فيه الطلبات، وساعتها الطلبة بتتضايق وبتطلب من زميلها يمشي، بس بتلاقيه كان رافض وبتمشي مع صاحبها وهي متضايقة. وفي تاني يوم بنشوف ميسو كانت رايحة للمدرسة وبتدي تايم اسوارة وبتقوله يحتفظ بيها، واما تايم بيسألها عن الاسوارة بتقوله انها رمز للعيلة وهيبة حد من عيلتهم. وبعد لحظات بنشوف والدة ميسو كانت بتلعب مع صحابها، وبيظهر ان تايم كان محترف جدا وبيساعدها تتغلب عليهم. وبنشوف بعدها ميسو رجعت للبيت وبتاكل مع اهلها، وبتعرف ان والدتها قررت ما تمشيش تايم وتخليه عندهم في البيت. وساعتها والدتها بتفتكر لما خلصت تتغلب على صحابها، وانها بعدها راحت لتايم واتكلمت معاه. وبنعرف ساعتها انها قررت تخليه عندهم في البيت علشان يفضل يساعدها تتغلب على صحابها في اللعب. وفي تاني يوم بنشوف ميسو بدأت تتكلم مع تايم، وبتسأله عن السبب اللي خلى والدتها تغير معاملتها ليه. وبعد ما تايم بيقول لها انه مش عارف السبب، بيعترف لها بعدها وبيقول لها انه أميره هرب من بلدته. وبتكون ميسو مش مصدقاه وبتفتكر انه بيهزر، وبتقوله انها كمان أميرة وبتكذب عليه. وبنشوفها بعدها اخدته معاها وبيروحوا علشان يتمشوا، وبيلاقوا ناس كتير كانوا متجمعين في المول. وبعد ما ميسو بتروح توقف مع الناس وبتعرف ان في مسابقة لأجمل صورة اتنين، بتقرر انها تنضم للمسابقة مع تايم علشان يكسبه. وبعد ما ميسو بتنضم للمسابقة وبتلبس فستان الفرح، بيكون الناس شايفينهم أجمل اتنين وبيكسبوا الجايزة. وبتبدأ وقتها ميسو تحتفل معاه وبتكون مبسوطة، وبترجع بعدها للبيت وبتديه الهدية اللي كسبوها، وبتعرفه بعدها انها سجلت رقمها على موبايله، وبتطلب منه يكلمها في أي وقت يحتاج مساعدتها. وفي تاني يوم بنشوف تايم كان ماشي في الشارع وبيتقابل مع الحارس بتاعه اللي كان بيقوله ان اهالي البلد بيدوروا عليه في كل مكان، وبيكون الحارس عايزه يرجع للبلد في اقرب وقت، وبيقوله يفكر في كلامه ويختار الحاجه المناسبه. وفي الوقت ده بتكون ميسو رايحه للمدرسه بتاعتها، وبتلاقي طلاب المدرسه التانيه بيتنمروا على حد من صحابها. واما ميسو بتبدا تتخانق معاهم وبتحاول تدافع عن صاحبها، بيكون المتنمر متعصب وعايز يضربها. وساعتها بيظهر تايم وبيمسك ايد المتنمر، وبيبدا بعدها يتخانق معاهم وبيضربهم. وبتكون ميسو شايفاه وهو بيضربهم وبتشجعه، وبتروح بعدها تاخد حقها من المتنمر وبتضربه. وبعد ما تايم بيرجع معاه للبيت بيلاحظ ان الاخبار بدات تتكلم عن الامير المختفي، وبيقدر انه يغير قناه التلفزيون بسرعه. وبيلاقوا بعدها قناه اخباريه تانيه بدات تتكلم عن ميسو وتايم، وبيقولوا ان هم ضربوا المتنمرين وساعدوا صاحبهم. وبنلاحظ وقتها ان والده ميسو ووالدها كانوا مبسوطين من اللي عرفوه، بس تايم بيكون باين عليه متضايق وبيروح لاوضته. وفي الوقت ده بنشوف مساعد الامير تايم كان شايف الاخبار وبيعرف بمكانه، وبيطلب من المساعدين بتوعه يتاكدوا من المعلومات. وبنشوف بعدها تايم كان قاعد لوحده ومتضايق، وبيكون خايف يعرفوا بمكانه من الخبر ويرجعه للبلد. وبعد ما ميسو بتروح له وبتتكلم معاه، بتلاقيه كان زعلان وبتساله عن السبب. واما تايم بيسالها اذا كانت هتزعل عليه لو مشي، بتقول له ميسو انه عنده عيله وممكن يمشي في يوم من الايام. وفي تاني يوم بيلاقي المساعد بتاعه جاله للبيت وبياخده، وبتفضل ميسو تبص له وبتكون زعلانه عليه. وبعد ما تايم بيركب العربيه وبيمشي من المكان، بتعرف وقتها ميسو ان امير فعلا بتبدا تعيط. وبنلاحظ وقتها ان تايم كان منهار هو كمان ومش عايز يبعد عنها، وبترجع بعدها ميسو للبيت وهي منهاره. وفي تاني يوم بنشوف ميسو راحت للمدرسه، وبتلاقي مجموعه من الصحفيين عايزين يتكلموا معاها عن الامير تايم. وبيكون صاحبها شايف عدد الصحفيين كتير وبيحاول يبعدهم عنها، وبيدخلوا بعدها للمدرسه وبيقعدوا مع صحابهم. وساعتها ميسو بتعرف ان صحابها شافوا الاخبار وعرفوا كل حاجه، وبيكون مبسوطين علشان الامير دخل مدرستهم في يوم من الايام. وفي الوقت ده بنشوف والده ميسو كانت بتلعب مع صحابها، وبيكون باين عليها متضايقه ومشتاقه لتايم. وبترجع بعدها ميسو للبيت وبتحاول تتصل بتايم، بس الموبايل بيكون مع المساعد بتاعه مش بيرد عليها. وفي نفس الوقت بنشوف تايم كان بيحاول يكلمها من موبايل تاني، بس بيلاقي موبايلها مشغول علشان كانت بتتصل على موبايله. وفي تاني يوم بنشوف ميسو كانت رايحه للمدرسه وبتكون تعبانه، وبتلاقي صاحبها ظهر لها وبيتكلم معاها. وبيكون صاحبها عايزاها تروح تودع تايم للمطار، وبيقول لها انه عرف من الاخبار ان تايم لسه في المدينه وما رجعش للبلد. وما ميسو بتقول ان الوقت اتاخر وانها مش هتعرف تروح له، بيقول لها صاحبها ان معاها عربيه وبيعرض عليها يوصلها. وبتوافق وقتها ميسو على طلبه وبتروح معاه، وبتبدا بعدها ترمي هدوم المدرسه على الارض وبتروح لتايم. وفي الوقت ده بنشوف تايم كان هيسافر علشان يحضر الاجتماع الملكي، وبيلاقي بعدها ميسو كانت جايه ناحيته وبيروح لها. وبيكون تايم عايز يقعد معاها وما يسافرش، لكنه في نفس الوقت بيكون عايز يسافر ويحضر الاجتماع الملكي. واما تايم بيمدلها ايديه وبيطلب منها تختار واحده فيهم، بتختار ميسو الايد اللي فيها مفتاح الصندوق بتاعها. وبنعرف وقتها ان تايم حط الخاتم بتاعه جوه الصندوق بتاعها علشان ما كانش عايزها تعرف انه امير وتشوف الخاتم بتاعه.
وبتكون ميسو مش عارفة انه ساب لها خاتم وبتقول عليه انه غبي، وبتودعه بعدها وهي زعلانة. وبعد ما تايم بيودعها وبيمشي بيظهر انه كان كاتب في الايد التانية انه هيفضل معاها ومش هيسافر. وساعتها بنعرف ان تايم كان عايز القدر يجمعهم مع بعض، وانها لو كانت اختارت الايد التانية كان هيفضل معاها وما يبقاش امير. الفيديو ده كتبه عمرو، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك للفيديو، وكمان تابعونا على قناة انمي في ثواني علشان تشوفوا ملخصات الكرتون، وهتلاقوا روابط الانستا تحت في الوصف واعملوا لها فولو هي كمان. سلام.